أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرات جديدة بشأن وباء كوفيد-19 في وقت حدوث ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس حول العالم. المزيد من هذه التحذيرات وتفاصيلها معك هبة إليكي، والله يكفينا شر هالجائحة. أمين عبد العزيز. إذن أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا توقعات بارتفاع في عدد الوفيات جراء وباء كوفيد-19 في القارة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، مؤكدا أنهما سيكونان أقسى شهرين في مواجهة هذا الوباء. من جهته دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دول العالم إلى الانضمام إلى خطة كوفاكس للعمل على لقاح ضد فيروس كورونا قبل انتهاء مهلة يوم الجمعة، حيث أكد أن خطة كوفاكس تضمن وصول اللقاح إلى دول ذات الدخل الفقير والمتوسط، فإن لم تحصل هذه الدول على اللقاح فسيستمر الفيروس بالانتشار وسيتأخر تعافي الاقتصاد العالمي، حيث تسعى 92 دولة ذات الدخل المنخفض إلى الحصول على اللقاح ضد كورونا من خلال هذه الخطة. يأتي هذا بعد أن كشفت المنظمة عن تسجيل رقما قياسيا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا والتي وصلت إلى أكثر من 300,000 و7,000 حالة خلال 24 ساعة. كما ارتفع عدد الوفيات اليومي جراء وباء كوفيد-19 بوقع 5,537 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 917,000 وفاة في العالم.